منتابع بهذه الفقرة. صار وقت نروح عند نبيل صالحاني رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني ليخبرنا عن حصيلة عمليتهم لل 24 ساعة الماضية. صباح الخير. صباح النور، يعطيكم العافية. أنت كمان تفضل أستاذ. قامت عناصر المديرية العامة للدفاع المدني بست مهمات للأطفاء بمختلف المناطق الأمنية أكيد، وتنوعت بين حرايق بالسيارات بالمنازل وأعشاب. عندنا كان مهمة واحدة للإنقاذ و20 مهمة للإسعاف، كمان كانت تنوعت بين تدخل بحوادث للسير ونقل لحالات طارئة ونقل للمرضى. ما كان مجموعا 27 مهمة خلال 24 ساعة يلي مرعيت أكيد دايما هي بالإضافة للمهمات المستمرة ضمن نطاق مرفق بيروت. كمان بنذكر المواطنين يلي هلأ رح يواجهوا شوية طقس سقعة ينتبهوا على وسائل التدفئة وعلى صيانتها، وخصوصا اللي قاعدين بالمناطق الجبلية يلي بدهم يضطروا انه يسكروا كل شيء ويدفوا، بس ينتبهوا دايما انه معدل الاكسجين لازم يكون يتغير بالاوضة دايما، وخصوصا وقت النوم ما يتركوا هالوسائل التدفئة دايرة. نعم. وبيبقى دايما رقم 125 موجود للطوارئ 24 ساعة 24 في حال اي طلب للمساعدة. شكرا لكم. ويخففوا شوي هلا الطلعات على الثلج والافرود، هيدي اهم شيء. نعم، هيدي دائما بنذكر فيها. شكرا لك طبعا نبيل صالحاني رئيس قسم التدريب الدفاع المدني لكل عناصر الدفاع المدني المنتشرين على كافه الاراضي اللبنانيه. الى السلك وامنه.